السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبدأ درس اليوم بمراجعة حروف اللغة العربية. ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، هاء، واو، ياء. اليوم سنتعلم حرف الظاء. هذا هو حرف الظاء. ظاء عنده نقطة، نقطة من الأعلى، وهو يشبه حرف الراء. في أول الكلمة أكتب الظاي هكذا ولا أصله بالحرف الذي بعده. في وسط الكلمة إذا كان متصلا بالحرف قبله أكتب حرف الظاي هكذا، وإذا كان غير متصل أكتبه هكذا. في آخر الكلمة أكتب حرف الظاء هكذا إذا كان متصلا بحرف قبله، وهكذا إذا كان غير متصل. نقرأ حرف الظاء مع الحركات: ز، زو، زي، ز، ظا، زو، زي، ظن، زن، زن، ز، زو، زي. نمر الآن إلى الكلمات: ز، ر، ف، تن، زرافة، هذه زرافة، خ، ز، ن، تن، خزانة، هذه خزانة. جا، ز، رن، جا، ز، رن، جزر، هذا جزر. نقرأ الآن الجملة: ق، ط، ف، ت، قطفت، زي، ن، بو، زينب، با، ق، ت، باقت، زو، هو، رن، زهور. قطفت زينب باقة زهور، هذه زينب تقطف الزهور. إلى اللقاء.